ونزل بالمدينة المنورة ألم به المرض وزاد عليه الوجع، فقال لأصحابه إني أريد أن أزور شهداء أحد. كان وفيا لأصحابه فزار شهداء أحد، ثم بكى صلى الله عليه وسلم. فقال الصحابة رضوان الله عليهم: ما يكيك يا رسول الله؟ فقال: اشتقت لإخواني. فقالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم أصحابي.